اهلا وسهلا بكم متابعي مشاهدي قناه شوف تي في. دائما لازلنا معكم في التغطيه المباشره والحصريه على قناتكم دائما هنا من الاقليم تازه. بطبيعه الحال الحرائق اللي انتشرت هنا في الغابات المجاوره للاقليم ديال تازه، حنا الان نحط الرحال في الجماعه ديال قلدامان، بطبيعه الحال جماعه وقيادات قلدامان في هذه الغابه ديال الغياثه الشرقيه ديال بوقربه. بطبيعه الحال كتشوفوا النيران الان تلتهم الغابه، وتدخل ديال رجال الوقايه المدنيه، القوات المساعده، القوات المسلحه الملكيه، بطبيعه الحال الدرك الملكي، القائد، الباشا، العامل، كل السلطات الامنيه هنا دايره الدور ديالها. تم الاستعانه قبل قليل بالطائرات اللي ساهمت بشكل كبير في اخماد الحرائق، ولكن الرياح تحول دون ذلك بطبيعه الحال. كاينه رياح قويه الان اللي كتخلي هذه الحرائق تزيد تنتشر بطبيعه الحال، بالرغم من المجهودات المبذوله من طرف السلطات الامنيه. معكم هنا الان في التغطيه الحصريه والمباشره، غنقربكم من كل الاجواء، خليكم